بدموع الأحاسيس المختلطة بين الفرحة بالوصول إلى تونس والحزن على مغادرة بيوتهم في قطاع غزة، حلت عائلات تونسية فلسطينية بمطار تونس قرطاج. 57 شخصا قدموا إلى تونس بعد أن عاشوا منذ 7 من أكتوبر الفارط ظروفا أقل ما يقال عنها إنها لا إنسانية، فمنهم من قصفت منازلهم ومنهم من فقدوا أقاربهم جراء العدوان الصهيوني وسط غياب لأبسط المرافق الأساسية. فلسطينية وزوجي تونسي. أول ما دخلنا المطار اندهشنا أنه في وجود الكهرباء، لأن احنا شهرين متكاملين لم نلحظ ولو لحظة واحدة نعيش في أجواء آمنة فيها كهرباء ولا مياه صحية. رب الأسرة يعاني معاناة جامدة يعني شديدة للحصول على القليل من الخدمات حتى نعيش يعني نوعا ما بكرامة. مبسوطة اني في تونس كتير، وسعيدة جدا جدا انه احنا وصلنا بالسلامة بعد اللي كنا نشوفه ونحسه. تونسية الاصل عايشة في فلسطين من 96، موت قاعدة تشوفها قدامك، احبابك واصحابك استشهدوا، داري تهدت. اول ما طلعنا بالتاكسيات وحدنا بطريق غير امن، لا فما صليب احمر طلعتنا، لا الهلال، لا حتى اي مؤسسة دولية خرجتنا وحدنا، وربي نجانا. وصلنا المعبر، من المعبر الرحلة بدأت عن طريق السفارة التونسية بتكفيلة الرئيس نقيس سعيد، حضرته ما خلهاش بينا، في كل شيء كانت مريقلة. وضع الناس جدا صعب لدرجة انه يعني اللي تنقص في داره بضله تحت الركام ما بيطلع، بضله زي ما هو خلص يعني، بس بكتبوا على الركام انه هذا الفلان الفلاني تحت الانقاض، لانه فيش معدات، فيش شغلات انه يطلعوه او انه يعني ينقذوه. عملية إجلاء العائلات التونسية الفلسطينية القادمة من قطاع غزة أشرفت عليها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التي قامت بالتنسيق مع السلطات المصرية، كما خصت وزارة الصحة القادمين من قطاع غزة بإحاطة نفسية. في غزة عندنا الإحصائيات اللي عندنا تقريبا 250 تونسي. احنا المواطنين اخوتنا هذم هم اللي طلبوا معناها، واحنا مباشره معناها استنفرنا الكل. المشكله انه ما تمتش العمليه وقت الهدنه، فهمتني؟ فكانت يعني عمليه معقده وبتعليمات من السيد الرئيس، سياده رئيس الجمهوريه وسيد وزير الشؤون الخارجيه، وبتنسيق مع جميع الهياكل التونسيه المختصه جندنا معناها الناس الكل باش نقوموا بكل معناها المجهودات اللازمه. وقد تم نقل حوالي 40 شخصا من القادمين من قطاع غزة إلى مركز الإيواء الذي خصصه الهلال الأحمر التونسي لفائدتهم بولاية نابل.